حتى الآن أنا استرديت أكتر من 10 قطع أراضي. سيادة المحافظ ساعة ما جالي كان 6، الحمد لله بقى سيادة المحافظ مشي خط 4 تاني، ولا زلت شغال حتى الآن. اللجنة شغالة دلوقتي في الشارع، بتخش على الأراضي ديت وبتسحبها من الناس اللي هم مستولين عليها. الملف ده ملف الحمد لله الحي خد فيه إجراءات رضيعة. بيعوا الشقة بكام؟ فالمقاولين اللي في أرض اللواء لما لقونا كلنا كحي الفساد قل قوي في الحي، والفساد اللي في أرض اللواء قل خالص واتلغى، وإحنا بننفذ السداد صح، أعتقد الناس كلها دلوقتي وسيادتك إن شاء الله ده مردود إيجابي جدا لحي العجوزة. منعنا البناء المخالف في أرض اللواء، ودي نقطة قوة جدا للحي ونقطة تتحسب للحي، يعني إزاي تمنع بناء مخالف في أرض اللواء. الحمد لله وصلنا للموضوع ده حتى الآن ملاحقين فيه. كم مرات إحنا في العمارات اللي في أرض اللواء أكتر من 100 عمارة وأكتر من 100 دور إحنا هديناه العام الماضي. وقفنا بقى لنا 3 4 شهور دلوقتي، أرض اللواء خلاص الناس احترمت نفسها وخايفة تبني بنا وتخالف. دخلنا في العجوزة بقى يا فندم، بقى أرقى حي في مصر وأغلى حي في مصر، لقينا فيه كم مخالفات مباني مش عايز أقول لك لا تعد ولا تحصى. إحنا حتى الآن في العمارة رقم 36، العمارة رقم 36.